Шерамен, ахаль хайкамиля, мосвиту за ночи республик, почат эякер Рамзан Кадыров, так ту шеш хакмаду дюхл тиешем болчкие пар, сцегат течкие пар, отцу сила поях мардели сал маршрутун лорш хайер туна декелира. Хок вахави чана шутанду дахрия дахрия лам зя хумкалрия холк юкя. Хо ишта эвангер ишта хуеш пачан холкан юк метиг мухи тиран отун дя. Хон дуния на дуку пачш гина гирбу цунд дусти ишхик хирюан. أنا الحقيقة لمست في أمور كثيرة. أولاً قبل أن أقيم العلاقة، أنا لمست فيه التواضع والإخلاص لهذا الشعب. وأنا أعتبر وكنت أتكلم مع بعض أفراد الوفد، أقولهم كأن الله عز وجل أراد أن يكرم هذا الشعب بعد المعاناة الطويلة 70 سنة من الاضطهاد، ثم ما لحقتها من فتن وحروب. الله كأن الله سبحانه وتعالى وليس كأنها حقيقة أراد أن يكرم هذا الشعب بأمور كثيرة، لا نريد أن نجامل، ولكن بأمور كثيرة منها هذا الحاكم الذي يعمل ليل النهار لخدمة الشعب. أجري حلقة أقع خاطر جبت اللي حلقة بتشي نهجي قامت شيء قامت شيء يؤمن تجوي شيء تحقق خيش تجا سحق قارج ديس دي حلقة شينا وتبتشح ويبتشح توس ديال دشتلهم هدو هون عالشين خا ديال دشتلهم هدو يزن قال لك باخ يكور تسخلر واحد عن خلر شيق او من تنش دقرة غلق شو خلا الليلش خلر اق شا شي تحب يحكي خل باش بول حي شي بو نا واستي شا اشتا تارجا الير باخ تا نهچه قوم پچه ها داله ها نهچه قوم دین دلچه دقق سوغتی خه دقق سوغت تهون اسباخ دال دیج نعمتی خه نعمت تهون اسباخ قوز ای ات شرل سو بر میه نهچه قوم و دال دین بحندرش شه داخل بحندرش سر لیل خن بش بولچ بالی نه داله نهچه قوم دقق هش دقق نعمتش دله و نعمت شوق ایه تو کی پروش ول شو پچ خدر دل دوک نعمت دوک دار شون دین باخ نه چه قوم دوک حستش لین بال بالی دوک حش دار شون صوت نیال پچ او قیس با قلیل من الناس ان يجمع بين الحزم والقرارات اصدار القرارات مع الجانب الروحي مع جانب من المرح هاي الثلاث اشياء نادر من الناس أنها تجتمع فيهم يعني يكون صاحب أمر صاحب قيادة وقرار صائب وصاحب حصة روحية وله باع في المرح هذه قليل ما تجتمع في شخص واحد قد قول أحد حنقونا تنقحا كل شمش دات بوغ تنقح قول ديال لرش مثلا شا هم أغدين تلاتر سسن بیش زمان چه اچ آو سسن بیش خیلر تاق شی قومن دیگر اشوالش تاق شی دیگر ارتیت هنر شه سسن بیش زمان چه ها تاق سیسیالیوک بهتگی شی دیگه تا سیسیالیوک بهتگ دین آوریالش دخونه آو ایدو قویش تا دل ریزی ورش بیش خیلر باش و سسن برش تاق ای آوانش تان ورش خه هنگ حقیقت شیعت اشباخ. ولا يستغرب الشيء من معدنه اذا عرفنا ان فخامة الرئيس رمضان هو ابن ذلك العالم المجاهد الشيخ احمد والشيخ احمد ابن ذلك الولي الصالح ما يستغرب الشيء من معدنه. شي بخت اير حدلج تام شو موسوي شوي باخومن شو باتشع بخت اير حواش تك مو وق عالم تك أحمد حاجة كت مويس أحمد حاجة ديل جرجر خلوالج دي كت مو بوخ خزنا قنوة دي تيد نشتو دي خلا تحل سو كي بر بوخت إير حووش خلچي أقا ويتامش بس أيوش بوخ شو باتش أخا حبوش خلو بوش بوش ديكش بلخن أنا لما أرى فخامة الرئيس وتصرفاته
وأرى المشاريع التي قامت في فترة وجيزة لا تذكر، دائما يمثل أمامي الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه. الشيخ زايد بن سلطان أسطورة في العصر في كل مجال. دائما لما أرى تصرفات فخامة الرئيس وعمله وحبه للشعب وحرصه على القيام بكل أمر والوقوف عليه، مع أنه عنده رجال كل رجل منهم يقوم دولة، زين يستطيع أن يقيم دولة، مع ذلك يتابع أول بأول أول بأول، دائما يتمثل أمامي الشيخ زايد رحمة الله عليه. شينا شباك هو حيوك شتلقى توبيش بالبوالخ جيشي وصلاك إزي خين شو حات هو دين بن بالهر موحك بوي توت أقا نحجي قوم ده أقا حيوك شي توليرش ببالخ شابعك دوحج شينا شي باتشاق إمرات خل وشولو شيخ زايد بن سلطان باتشا دقو وخشين باخ شو باتش هو شيقين حيقامتا شيخ دوغ ويلتا شيخ قومس باش باش باليتا شيخ الخن وشو شيخ باتشا دقو وخشين بو أقن قوزا منغا حق لغند آن بگر درشا أطول ديك استقبر بو شيخ باتشا شيخ زايد بن سلطان هندي هات شيخ أمديزا ديشا خزنيسا جو قهقد خلو وشو استقبر إذا إشتا شو باتشا دائما أستع إذا قوق شيء باتش عدا قوق شيء باو شو باتش حقيقي. الشيخ زايد من سلالة طيبة وسلالة نقية وسلالة كانت تحافظ على الدين. جد الشيخ زايد خرج مرة من المرات لمحاربة بعض القبائل اللي يعملون شغب ويثيرون، فالتقابه جد والدي الشيخ حسن في الطريق فكلمه، فرأى أن الشيخ زايد زايد الأول أنا أتكلم اللي هو جد الشيخ زايد خارج بغير رغبة، وكان يتمنى أن يأتي أحد يصلح ولا أن يذهب إلى هذه اللي وهم مثيرين فتنة يعني. فتصور الشيخ زايد رحمة الله عليه، الشيخ زايد الرئيس توفي وخلف أبناء عظماء، كذلك هنا نحن نرى هذاك العالم الزاهد اللي كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ختمة، خلف الشيخ أحمد هذاك العالم اللي أسس هذه الدولة، شيخ أحمد أتى من بعده فخامة الرئيس رمضان، وإن شاء الله هاي السلالة محفوظة بالقرآن، محفوظة ببركة الله، محفوظة بالآثار الشريفة. يعني أنا ما أقدر أعبر لك عن شعوري عندما أكون في ظل أسرة شريفة وأنتقل إلى ظل أسرة شريفة بهذا المستوى، هذا شعور كبير في قلبي، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. آمين. دكتور صوتي أجا وقري وردق وقولش تعقش ترجع. أقعد هنتا وحقن خل وشوا قير قل خن وشوا باتجها تندي داوي إذا تنز زيادة خل شو تردم إذا البوخ تعدينا حار ولا أقعد شيء دايش خلا تعدينا حن أر ولا وش قد خلا شيء أدق شيء زائدة تزعم قه أر ولا خلير بس تعبتن دش أر ولا خل بس بنا حبوي إيش سيربتن سست هم ده أدق ملا إيش تع تنت أر ولا رس شيء كي برس تام شن درشة حضر هم باخ تجح دق أق هنس قوي هم باخ إي شيء زائد قل خن هم باخ أم قل خن شو تأح سيلع بخ بتن خت باخ جوزل بتن تو باخ أق شو باتشاح دا أحمد حاشا أختون دا دائما مهرنش قابش دائما قران دويش عبد الحميد وقاويش وقا دير جير قرستق تو تار بيتنشا تان واي باتشاح رمزان سيلاك انتي سيلاك دوزل بوخ تار بيتنرش أقش شو باتشاحا وصوم شادا غير شخل باح قولا عبوش بالا تولك انتي بوتن قولا دعيتين ملخو تو دي قلق لهم ملخو ما تشخ دا قودش دلا شا سقت تشا خل إسبوع اشتاق شيش باتشا خلو شو شي زائد تن اولون دير تن بوخ دير استغوار اسبخ اق قوي شيخي بوخ وين ما خرا هرا دوخ او تن بوخ برش باي مر اصحابشت اصحابشت اي حينا حوخش باي مر تلات خر بوچ او خزرج انصاري طيب نخا اق تل شي بوخ باش حوخش خلو شو استغوار اق تل تن اولون دير شي باتشا تن اولون دير نخچه چوی انا وای پچه تین اهلو تین بخ باش واح وخش تگو ایزه تن برکتی متر وخ برکتی متر شقایچر نه
شه وقی ور میوه دشتش گوش داد کرد خوش وات چه اتصور چه سمت دلوشه چه وقی شوشه. دارو هستم دارو هستم. تان وق امیل عدال و چور شیخ احمد بن محمد الهدرجی سیلاح وی پیغمبر دلیل سلام مارشال هولتون تون لرش دل امتنی اش عالشیش اتند احه وقیش ول دلیل ریز هول مدل لاتر ن دلیکن فنتو.